محافظة من محافظات مصر عندها الموارد في كل المجالات، وفي مصر 2030 بيكون موجودين معاكم في كل محافظة عشان نتعرف على التميز الخاص بيها وازاي ان احنا نقدر بالفعل نجذب الاستثمارات في مختلف المجالات. النهاردة تحديدا موجودين في محافظة الشرقية اللي بتمتلك العديد من أوجه التميز، التنمية السياحية بنسعى إليها جميعا، وبالفعل محافظة الشرقية بتمتلك مقومات التنمية السياحية من خلال العديد من المدن اللي موجودة بمحافظة الشرقية، تحديدا صان الحجر اللي فيها تلت آثار مصر من الأماكن المميزة جدا واللي يجب وضعها على خريطة السياحة في مصر والعالم. هنتعرف معاكم النهاردة من خلال حلقتنا على موارد محافظة الشرقية في مجال السياحة، كيفية تنميتها، كيفية استثمارها، كل ده من خلال لقاءاتنا مع حضراتكم وحلقتنا النهاردة في مصر 2030. معاكم مشاهدينا، محتاجين ان احنا نتعرف على الجهود اللي بتقوم بيها الدولة من اجل ابراز القيمة السياحية والاثرية اللي موجودة في مدينة صان الحجر وتسويق كل هذه الاثار في مجال التنمية السياحية. هنشوف ازاي ده بيتم من خلال لقائنا مع السيد العقيد احمد الهواري رئيس مدينة صان الحجر. اهلا بحضرتك. اهلا بكم، سعداء بوجودنا النهاردة في صان الحجر. احنا اسعد بكم فحن بوجودكم. يعني الحقيقة مدينة بتحتوي على هذه الآثار، تواجدها على خريطة السياحة في مصر، التسويق لهذه الآثار وانعكاسها على التنمية السياحية. ده بدأنا بالفعل ضمن تنشيط السياحة وضمن الاهتمام بالشباب وإقامة ماراثون يوم 20 مارس الماضي، ثم الاحتفال لأول مرة في صان الحجر بالعيد القومي لمدينة صان الحجر بمرور 80 عام على اكتشاف المقابر الملكية، والحمد لله يعني كان لاقى كل الترحيب والاهتمام. بدأنا بالفعل بتنمية حقيقية ومشروعات على الواقع من رصف ومياه شرب نقية ومشروعات صرف صحي كانت متوقفة، وإحنا ماضيين في جهود تنمية حقيقية، وده حضرتك شايفاه من تواجد السيدة مديرة الآثار، سيد مدير الموقع الأثري، وحضرتك شايفة برضو ان في بعثة أثرية موجودة فرنسية قائمة بالفعل دلوقتي في المدينة. إذا في فعلا جهود حقيقية للتنمية ووضع صان الحجر على خريطة مصر صحيح. أنا الحقيقة أتمنى إن أنا أجد إلى جانب كل هؤلاء إن أنا أجد أفواج سياحية قادمة من مختلف الدول، الدول الأوروبية والدول العربية للاستمتاع بالآثار المصرية القديمة. هنا تعاون حضراتكم من خلال المدينة مع المحافظة مع شركات السياحة اللي موجودة، وضع المزارات الخاصة بمدينة صان الحجر ضمن البرامج السياحية اللي يتم ترويجها. أنا كرئيس مدينة وهو دوري كتنفيذي في المدينة، ودي بتعليمات معالي الوزير محافظة الشرقية، بدأنا بفحص جميع الأراضي يملك الدولة هنا لإمكانية إقامة فندق أو منتجع سياحي لاستقبال السائحين، وإن احنا ده دور السياحة بالمحافظة، وبدأ فعليا فعلا الترويج للسياحة وضع صان الحجر على الخريطة السياحية. بدأت فعليا بالتواصل مع الدكتور مصطفى وزيري رئيس هيئة الآثار للاهتمام بسرعة التنقيب، لأنه منطقة صان الحجر هي منطقة غنية فعلا، 540 فدان ما تم التنقيب فعليا في 10%، وده ماشيين فيه قدما يعني، وحضرتك هتلاقي كل يوم تطور جديد يبهركم. يعني ده حتى مجالات للعمل لمختلف يعني المجالات الاخرى، هنلاقي ناس متواجده سواء زي ما حضرتك قلت فندق للتشغيل واقامه السائحين، بعض تجهيز الماكولات، الحاجات دي كلها فرص عماله بالنسبه للشباب هنا في مدينه صان الحجر. هو حضرتك بس هو في جزء، هو احنا ماشيين برضو في اللي هو تطوير طريق اداره السلام، لانه طبعا اي حد من السياح، لان بعد مطار اللي ينقل السائحين او الطرق اللي بتؤدي الى المدينه، وده مهتم بيه وبدا بيه بفعل طريق صان الحجر رمسيس المؤدي الى طريق رمسيس ترعة السلام، وده هيفتح مجالات للتواصل داخل المدينه من كافه المحافظات المجاوره ان شاء الله. انا بشكر حضرتك لانك بالفعل اشرت لجزئيه مهمه جدا، هي جزئيه الانتقال والوصول للمكان، وده كمان من العناصر المهمه اللي يجب ان احنا نهتم بيها. كل هذه المجهودات ان شاء الله يتم ترجمتها الى افواج سياحيه متواجده هنا في صنعاء. ان شاء الله يا فندم الزياره القادمه ليكم هتلاقوا تطور يبهركم باذن الله لصالح صان الحجر واهل صان الحجر وجمهوريه مصر العربيه باذن الله.
واحنا موجودين مع حضراتكم في المنطقة الأثرية بصان الحجر، يهمنا جدا ان احنا نتعرف على الجديد اللي بيقدم من خلال المنطقة، ازاي بيتم استقبال الزائرين وازاي بيتم التخطيط للتسويق الجيد لهذه المنطقة. واسمحوا لي ان انا ارحب بدكتور متولي صالح مدير المنطقة الأثرية بصان الحجر، اهلا بك يا فندم. بحضرتك يا مساء. الحقيقة انا سعيدة جدا بوجودي النهاردة في وسط آثار يمكن اللي يشوفها يفتكر ان احنا في الأقصر في أسوان، لا احنا في صان الحجر في محافظة الشرقية. كلمني عن المنطقة فندم. زي ما حضرتك قلت فعلا احنا في الاقصر، ولكن اقصر الشمال، وده مش تسميه حديثه، ده تسميه قديمه. فراعنه الاسره 21 اللي اختاروا صان الحجر تكون عاصمه سموها اقصر الشمال للتشابه بينها وبين مدينه المدائن العظيمه الاقصر. بنوا معبدهم على الاساس ده، يعني المكان اللي احنا فيه ده معبد الاله امون، زي معبد الاله امون في الكرنك بالظبط، في معبد الاله خنس زي الكرنك بالظبط. الاكثر من كده عملوا البحيره المقدسه كاننا في الكرنك نفسها. طيب زودوا ايه؟ نموذج مصغر يعني. لا لا بالظبط كده، لانها عاصمه مصر خلال سنه 1100 قبل الميلاد هي العاصمه اللي كان بتدار منها السياسه الاقتصاديه والسياسه او السياسه العامه لمصر باكملها من المكان ده. دكتور النهارده انا محتاجه ان انا اجي المكان اشوفه الاول على خريطه السياحه في مصر، يكون معروف بيتم تسويقه، افواج السائحين اللي ممكن ما يكونوش عندهم فكره عن هذا المكان يستمتعوا، ده مصدر مهم جدا من مصادر الدخل والتنميه السياحيه في مصر. هي للاسف احنا عالميا اكتر من محليا معروفين، يعني السياحه الاجنبيه اللي بتيجوا بالذات العلماء من المتخصصين. بس بدات الفتره اللي فاتت في بدات بشاير السياحه يعني تتحدث عن نفسها، اصبح يوميا في وفود سياحيه بتزور صان الحجر، وبالذات بعد اعمال التطوير الضخمه اللي كان حدث عالمي في شهر 9 اللي فات، وحضر الوزير ومجموعه السفراء اللي هو رفع المسلات اللي هنشوفها ديت والاعمده. اصبح عندنا تماثيل واقفه، اصبح في كتل محطوطه بشكل كويس للزائر بيشوف ده مكان قيم، يعني المكان بيحكي تاريخ دلوقتي سهل وبسيط عن المنطقة أو المدينة خلال حكم الأسرة 21 والأسرة 22 اللي كانت فيها صان رائدة وهي المدينة الأولى في مصر القديمة. أنا عايزة رسالة، الرسالة دي بنوجهها مش بس للشعب المصري لكن لكل العالم عن صان الحجر، هذه المدينة اللي بتحمل العديد من الآثار المصرية ويجب أن يعني يتم التسويق لها بشكل جيد. احنا بنقول للناس كلها تعالوا شوفوا أقصر في الوجه البحري. احنا طيب انت بتزور الوجه القبلي وبتزور المدن الكبيره والمعابد الكبيره، لا احنا في الدلتا هنا، والدلتا مميزه صحيح. بالطبيعه الساحره للدلتا بالمدن الجميله برضو في الدلتا، بنقول لا صان هنا النهارده هي فعلا أقصر الشمال. اكتر من كده المستقبل واعد للمكان، يعني لغايه النهارده 10% من التل الاثري تم الاكتشاف، 90% ما زال بكر، يعني ان شاء الله كل سنه شغالين في التنقيب والاكتشاف. يعني احنا مع التطوير والرفع الاثار في اكتشافات شبه يوميه في المكان، وان شاء الله في المستقبل هيبقى في اكتشافات كويسه قوي ان شاء الله. والمره الجايه يعني نجد اختلافات ان شاء الله. كل سنه وحضرتك طيب والف شكر. عن الاثار المصريه والتنقيب عنها مش بس المصريين اللي مهتمين بيها، لكن طبعا هناك يعني شغف كبير جدا من بعض الدول في التنقيب عن الاثار المصريه ومنها طبعا فرنسا. النهاردة معانا أحد الباحثين والمتخصصين في التنقيب عن الآثار موجود هنا في صان الحجر للتنقيب عن الآثار المصرية، دكتور فرانسوا لوكير. Welcome to Egypt. Thank you very much. بتكلم عربي شوية مع بعضينا بقى. How long have you been here؟ أنا موجود سنة دي، أنا موجود من شهر أول ثلاثة من أول شهر ثلاثة. بس إحنا جايين كل سنة اتنين شهر شهرين أو ثلاث شهور. أنا مدير البحث الفرنسية في صان الحجر من خمس سنين دلوقتي. خمس سنين كل سنة شهرين هنا في صان الحجر، حاجة كده شهر ونص اتنين شهر. طيب كل سنة بتلاقي فيه تغيير عن السنة اللي قبلها؟ أيوة، نعمل حفاير ونعمل ستاديز دراسات. واحنا كمان نعمل إدارة الموقع مع وزير الآثار والعيادة الآثار هنا مع الدكتور متولي صالح. جميل جدا. السنة دي بقى ايه الجديد في الابحاث الخاصه بيك؟ احنا عملنا حفاير في الجنوب المعبد، الباب السور المعبد الاسره 30، ومن دلوقتي الحفاير خلاص، واحنا نشتغل في ترميم مقبره شيشونك الثلاث.
في الفترة دي هننهي الترميم ولا واخدين جزء؟ هنبني سور جديد طوب لبن ونعمل شوية شغل هنا إن شاء الله. Good luck. Thank you very much. Thank you. شكرا لك. شكرا. التنمية السياحية من أهم الأهداف اللي بنسعى إليها في الدولة واللي بنعول عليها الكثير جدا بالنسبة للاقتصاد. إزاي بيتم التنمية السياحية في صانع الحجر واستثمارها بشكل جيد؟ خلونا نعرف أكتر من خلال لقائنا مع الأستاذ نبيل أبازة المفوض العام التنمية السياحية بصانع الحجر. أهلا بك يا فندم. أهلا بحضرتك وانت طيبة ومنورين صانع الحجر. بننمي السياحة إزاي في صانع الحجر؟ قصة كبيرة تنمية السياحة في صانع الحجر، بس هو احنا قدرنا نوصل لشبه اتفاق مع وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي ان من الموسم الدراسي القادم هتتخصص رحلات من المدارس والكليات والجامعات القريبة من منطقة صانع، واعتقد ان ده خبر كويس. ده على مستوى العموم او على محافظة الشرقية. عندنا محافظة بورسعيد وهي اقرب المحافظات للمنطقة لانها بتبعد حاجة و40 كيلومتر بورسعيد، نفس الكلام ابتدت مدارس بورسعيد هتشتغل. احنا هنشتغل الحقيقة على السياحة الداخلية لأسباب متعددة، وأهمها زرع الوعي والحس الوطني في النشأ. زي ما كان زمان واحنا طلبة تلامذة كانوا بيودونا المتحف الفرعوني وبيودونا متحف البريد ومتحف السكة الحديد، نشأنا النهاردة في العمر ده عندنا انتماء وعارفين كل حاجة. نسعى للتنمية السياحية في كل محافظات مصر اللي بتمتلك العديد من الآثار، واحنا معاكم النهاردة في محافظة الشرقية. بالفعل هناك آثار كثيرة جدا يجب إلقاء الضوء عليها ويجب استغلالها من النواحي السياحية، أكيد هتكون مصدر مهم. معاكم النهاردة من تل باستا بنتعرف على الآثار اللي موجودة، كيفية ترويجها سياحيا. اسمحوا لي إن أنا أرحب بالأستاذة منال منير مدير منطقة الآثار بمحافظة الشرقية. أهلا بيك. أهلا وسهلا، نورتوا الشرقية. كل سنة وأنت طيبة. وحضرتك طيب، ربنا يخليك. فيها اثار حلوه قوي كتير كتير. محافظه الشرقيه من اهم محافظات وادي بحري اللي فيها اثار. جميل. يمكن من اغناهم كمان. احنا عندنا موقعين اتنين مفتوحين للزياره، فيهم منطقه تل باسطه اللي احنا واقفين فيها، وفي منطقه صانع الحجر، اماكن فيها معابد، فيها مقابر، فيها حاجات كتير مش موجوده في اي حته في وجه بحري كله. انا شايفه هنا الحقيقه منطقه تل باسطه يعني هي شكلها اثري وليها عبق التاريخ زي ما بيقولوا. كلميني عنها واهم ما تحتويه المنطقة من آثار، وهل احنا بنسوق كويس ولا لا؟ كانت تل باسطة عاصمة الإقليم الـ18 وكانت عاصمة مصر كلها في الأسرة 20. تل باسطة كانت يعني بيحدها فرعين من فروع النيل، دول اللي خدموا المكان قوي في ان انا يتنقل عندي الحجارة دي كلها، لان الحجارة دي مش موجودة في وجه بحري. الحجارة دي كانت بتنقل من الصعيد، بتتنقل هنا عن طريق فرع النيل او عن طريق المية، وبتيجي هنا تتشكل وتتركب. انا عندي المعبد ده كان من اجمل المعابد اللي موجودة. لما جه زار المنطقة هنا هيرودوت المؤرخ المعروف قال ان المكان هنا من ابهى المعابد اللي موجودة في مصر كلها، لان طبعا كان بيحدوا فرع من النيل، فده في حد ذاته بيعمل نوع من انواع البهجة للمكان. كان المعبد كان شكله او لو احنا وقفنا كده بالعرض للمكان هيبقى بدايته من الناحية دي، نهايته الناحية دي كده. كان مقسم لثلاث أقسام، فناء خارجي وقدس وصالة أعمدة وقدس أقداس. المعبد بتاعنا تميز عن بقية المعابد التانية بأن هو فيه تماثيل مزدوجة. هو اسمه معهد تل باسطة، معبد تل باسطة، معبد رمسيس، معبد الإلهة باسطت. المعبد ده من أيام الأسرة الرابعة وتم إضافات عليه كتير، فأي اسم هتطلقيه عليه هو ماشي معاه. لأن عندي من أيام خوفو وخفر لقوا لهم هنا أسامي، وبعد كده أضاف من أيام الرعمسة يعني الأسرة 18 و19 و20 و30 كمان. عندي قاعة الحبسد لأن كان عندي هنا لويس الكون، وعندي أجزاء كمان في أضافت للمعبد، في أجزاء فيها كانت التاج فيها التاج الحتحوري، وقبل كده كان فيه التاج النخيلي وكان فيه التاج البردي. فأنا المكان هنا غني جدا بالآثار وبالحاجات الموجودة فيه. الغنى ده بقى أنا بترجمه ك يعني مسؤولين عن الآثار وعن السياحة إزاي بأنه يكون مصدر جذب سياحي، مصدر إيرادات لقطاع السياحة وبالتالي للاقتصاد المصري ككل. أترجمه لأن أنا عايزة أخلي
خلي المنطقة كلها منطقة سياحية ارجعها للتلفزيون بقى وتملاها الدعاية والاعلام. والاعلام بشكل عام التلفزيون موجود اهو. انتوا تنورونا انتوا منورينا. المكان كله محتاج سبوت زيادة عليه. هو مليان مليان اثار مليان اثار. اللي بيجي لنا هنا المهتم بس بالاثار، لكن كسياحة داخلية حتى برامج سياحية لشركات السياحة السائحين اللي بيجوا جايين للسياحة الثقافية، اعتقد ممكن ان هم يكون عندهم نوع من الولع بالاثار دي، يعني مهتمين بالاثار عندهم ولع بالمنطقه. لكن مصر الشعب المصري كله، انا يهمني ان الشعب المصري كله يجي يزور المكان. رحلات المدارس بتيجي، رحلات المدارس بتيجي. في بروتوكول معمول مع وزاره التربيه والتعليم بيجيبوا المدارس كلها بتيجي. والوزير عندنا الدكتور خالد عناني قايل ان المدارس كلها ابتدائي واعدادي بيخشوا ببلاش. تمام. ويعني مسهلين لهم فكره. وفي طبعا يوم التراث العالمي اللي هو يوم 18، برضو الدكتور خالد قال ان الزياره كلها للمصريين والافارقه والاجانب كله هيبقى يوميها ببلاش. عايزين بقى نعمل دعايه للموضوع ده، يعني اعتقد ان ده هيكون ليه تاثير كبير قوي على المنطقه، وهيكون ليه تاثير على الاقتصاد ككل. هنا بقى احنا موجودين عند تمثال، احنا واقفين في الحديقه المتحفيه المكشوفه. الحديقه المتحفيه المكشوفه، حديقه متحفيه، حاطين كتل حجريه عليها نقوش من قاعه الحبسد، من القاعات اللي موجوده في المعبد، من التماثيل الثلاثيه موجوده في المعبد، قطع كتير زي اللي احنا واقفين قدامها. واقفين قدام النادي، وورا مننا باين التمثال بتاع مريت امون. ده اكتشف على جزئين، الجزء العلوي مره والجزء السفلي مره، وتم ترميمهم وتركيبه هنا يعني واصبح الماستر بيس بتاعه المنطقه كلها. التمثال ده بيمثل عصر العمصة، بيمثل مريت امون بنت الملك رمسيس الثاني بنفس الضفاير والاله حورس اللي هو فارد جناحته عليها علشان يديها نوع من انواع الحمايه. وباينه جدا ان شاء الله الكاميرا تبقى جايباها الريش والشعر اللي تحت منها اللي هو معمول شكل الضفاير، وهي واقفه مقدمه رجل ومؤخره رجل، وايدها الثانيه سانده تحت على تمثال لها مصغر. تمثال مصغر تاني بنفس الشكل، عشان كده ده اللي قلنا ان التمثال بتاعنا ده لسه ناقصه جزء اللي هو فوق راسها اللي هو التاج. المنطقه هنا دائمه التطوير، يعني لو حد كان زار المنطقه هنا من 2006 هيلاقي في 2006 شغل، 2012 شغل، 2017 شغل، كل حاجه الوزاره يعني في مراحل تطوير مستمره. الحديقه المتحفيه دي جديده، المتحف اللي ورانا ده الوزير افتتحه في شهر 3 2017. ده كان اخر حاجه تطوير حصلت هنا. يضم بيضم اجزاء كتير جدا من الحلي، من التماثيل بتاعه الاله بس، من التماثيل الكبيره للاله رمسيس، نموذج للمقبره. يعني منطقه اثريه مليانه اثار جميله جدا بتحكي التاريخ فيها، يعني عبق التاريخ لحد الاسره 30. مطلوب ان احنا فعلا نسلط الضوء عليها بشكل اكبر، مطلوب ان احنا نسوقها بشكل اكبر، عشان في النهايه ده هيبقى تنميه سياحيه واقتصاديه مش بس خاصه بمحافظه الشرقيه لكن بمصر كلها. متحف تل باستا بيحتوي على العديد من القطع الأثرية اللي أكيد ليها دور كبير جدا لدى كل المهتمين بالأثار. هنتعرف على المتحف بشكل أكثر تفصيلا من خلال لقائنا مع الأستاذ خالد علي مدير متحف تل باستا. أهلا بك. أهلا بك يا فندم. كل سنة وحضرتك طيبة يا فندم. شرفتم شرفتم يا فندم. ناخد بقى من حضرتك فكرة عن متحف تل باستا وإيه أهم المقتنيات الأثرية الموجودة فيه. متحف تل باستا ويعد من أهم المتاحف الموجودة في الوجه البحري أو بالنسبة للمحافظة الشرقية، ويعتبر المتحف الرئيسي لمحافظة الشرقية. تم إعداد هذا البناء ليكون متحف لآثار الشرقية، وبه أهم القطع الأثرية المستخرجة من حفائر تل باستا ومن بعض التلال الأثرية التابعة لمحافظة الشرقية. زي إيه؟ أهم ما عرض بالمتحف بمجموعة من المعبودات المصرية القديمة مثل الإله جحوتي، الإلهة باستت المعبودة الرئيسية لإقليم تل باستا وهي ممثلة على شكل قطة أو امرأة برأس قطة، مجموعة تماثيل الإله بس، مجموعة تماثيل الإلهة أنوبيس، الإله حورس، الإله حتحور. يعني أنا شايفة ما شاء الله مقتنيات كثيرة جدا. الإقبال على المتحف، الزيارة، هل حضرتك شايف أنه بالفعل في إقبال على زيارة المتحف ولا محتاجين جهد؟ بالفعل تم مخاطبة جميع الجهات، المدارس، الجامعات، جامعة الزقازيق، إدارة التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، بيتم إقبال لتنشيط السياحة الداخلية، كما تم مخاطبة جميع شركات السياحة لتنشيط السياحة الخارجية.
في إقبال شديد الحمد لله من السياحة. تذكرة غالية ولا إيه؟ لا، التذاكر في متناول الجميع يعني. نتمنى إن إحنا يعني نزيد من التركيز الإعلامي وتسليط الضوء الإعلام على هذا المتحف، لأنه بالفعل يعني مزار سياحي مهم هنا في محافظة الشرقية. كنا معاكم مشاهدينا من محافظة الشرقية، وتعرفنا على مجالات السياحة الخاصة بها وكيفية حدوث التنمية السياحية. تواجدنا معاكم في تل بسطة وصان الحجر، وتعرفنا على كل الإمكانيات. بتمنى بالفعل إن احنا ننجح في تواجد كل هذه الآثار على خريطة السياحة، مش بس خريطة السياحة المصرية، لكن على خريطة السياحة على مستوى العالم. هنكون معاكم دايما وكل مرة محافظة جديدة وإمكانيات ومجالات جديدة من مجالات التنمية في مصر 2030.